هذا وكانت مملكة البحرين قد تمكنت من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بعد أن استطاع المقاتل حبيب نور محمدوف الفوز بالنزال الرئيسي لفئة الوزن الخفيف على المقاتل الأمريكي هوتشر في الجولة الثانية بالضربة القاضية الفنية ضمن منافسات بطولة القتال التي تنظمها منظمة القتال النهائي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتواصل بذلك مملكة البحرين مسيرة النجاحات وتسجل اسمها مع الدول العالمية في رياضة فنون القتال المختلطة بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة. وبهذه المناسبة أهدى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز جاء بفضل التوجيه من قبل حضرة صاحب الجلالة والدعم اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة، وذلك من خلال البرامج والخطوات الواضحة التي ساهمت بشكل كبير في دعم العملية التطويرية للمجال الرياضي. كما أهدى سموه هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، موضحا سموه أن ما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة عالية لم تكن لتتحقق لولا الرعاية الكريمة من الحكومة الموقرة وجهودها في سبيل النهوض بقطاع الشباب والرياضة. وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر أحد ثمار ترجمة الخطط التي وضعتها القيادة الرشيدة وعمل على تنفيذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سموه لتطوير ورفع المستوى العام للرياضة والمتابعة المستمرة لسموه للفريق. هذا وقد كان سموه حاضرا ومتابعا لمنافسات البطولة وحريصا على تشجيع المقاتل حبيب محمدوف، كما قام سموه بالدخول معه إلى حلبة النزال والجلوس على ركن المدربين لتقديم الدعم المعنوي وحثه على تقديم أفضل ما لديه من إمكانيات وقدرات. وقد أشاد سموه بالمستوى الذي ظهر عليه المقاتل حبيب في النزال الرئيسي وما أظهره من قدرات قتالية عالية، مشيرا سموه إلى أن المقاتل يملك مميزات تمكنه من أن يكون الأفضل في العالم في الفئة التي يشارك بها، وأنه يعتبر مثالا وقدوة للمقاتل الطموح، مؤكدا سموه أن وجود حبيب في الفريق وفوزه سيشكل حافزا قويا للمقاتلين البحرينيين لتطوير قدراتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنيا سموه للمقاتل حبيب المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة. His Highness Sheikh Khalid come support me. He's my corner tonight, and this is an unforgettable night for me. مملكة البحرين ورياضة فنون القتال المختلطة، قصة نجاح كتبها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤسس منظمة KHK MMA. فقد تواصلت نجاحات البحرين في المحافل العالمية بفوز المقاتل المحترف حبيب نور محمدوف في النزال الرئيسي للوزن الخفيف في بطولة UFC. أداء مثالي وعروض مميزة مكنته من العودة بعد عامين من التوقف ليحقق انتصاره 23 من دون أي هزيمة في سجله، ليثبت بأنه الأفضل في الساحة. KHK is now big team because we have a lot of tough guys, and in future I see KHK is one of the best team in the world, and we have to work because MMA go high level. We have to go high level with MMA, and for this Sheikh Khalid, His Highness, do everything. And thank you so much for my KHK MMA team, for His Highness Sheikh Khalid. Alhamdulillah, I win fight. This is my goal all the time. I have goal. I have to win. Referee have to take my arm. And this is my goal. Alhamdulillah. بنجاح مملكة البحرين في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في رياضة فنون القتال المختلطة
يزدى الاستتار عن أكبر التجمعات لهذه الرياضة. حازم الشيخ لتلفزيون البحرين ولاية فلوريدا الأمريكية.